الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط. على وقع صرخات الشارع سقطت أنظمة عدة في منطقة الشرق الأوسط، وتبدل حال بلدانها بصعود كان متوقعا لما عرف بتيارات الإسلام السياسي. الشعب يريد. البعض وجد في ارتفاع أسهم هذه التيارات فرصة للترويج لفتاوى قيل إن الدين الإسلامي هو مصدرها، وترتب على ذلك جدل لا ينتهي حول مدى صحة هذه الفتاوى. يا بلدنا وبقي الصراع في سوريا أرضا خصبة لكثير من الفتاوى الجدلية على مدار عامين. ما يحدث في سوريا من السوريين هذا الجهاد ضد بشار الأسد، جهاد وهو فرض عين على كل سوري ذكرا كان أم أنثى. بين فتوى تعطي القتال في سوريا صفة الجهاد وأخرى تنزع عنه هذه الصفة كليا تاه كثير من الشباب العربي، ثم تاهت بعد ذلك فتيات إثر انتشار ما عرف بفتوى جهاد النكاح التي تتيح للفتيات والمطلقات الجهاد في سوريا عن طريق رفع معنويات المقاتلين ضد نظام الأسد من خلال عقود النكاح، وهو جهاد يعطي القائمات به فرصة دخول الجنة بحسب نص الفتوى. لكن الفتوى أثارت غضب كثيرين، أولهم من يحق له الإفتاء. تم زاد حاجة أخرى في جهاد في سوريا يهزوا في البنات، قالوا 13 طفلة هزوها باش تجاهد جهاد النكاح الجهاد. شو هذا يسمى بغاء، هذا فساد. كارثية هو الوصف الذي أعطاه البعض للفتاوى الجدلية التي تغزو المنطقة العربية بأكملها. ففي مصر لم يكن أحد يتوقع انتهاء خلاف سياسي بفتوى تجيز القتل. منع يلم كثيرون أن جبهة الإنقاذ بقيادتها التي تبحث عن الكرسي بوضوح الآن حكمها في شريعة الله القتل. كثيرون وجدوا في هذه الفتاوى دليلا على تراجع معدلات الوعي وازدياد حالة التخبط في المجتمعات العربية، وربما الأسباب نفسها هي ما فتحت الشهية لإطلاق فتاوى أخرى لم يعرف لها أساس على شاكلة منع اختلاط الرجل والمرأة في العمل ومنع انفراد الفتاة بوالدها حتى لا تفتنه. وإذا كانت هذه الفتاوى يصعب تصديقها فهناك ما يصعب ذكرها من الأساس، لتصبح نتيجة كل ذلك تساؤل حول الموقع الذي تقف فيه حاليا المؤسسات الدينية الرسمية، وتساؤل آخر حول مستقبل شعوب تنتشر بينها تلك الفتاوى كالنار في الهشيم.